عبدالله. ازيك يا عبدالله؟ وحشتني. عامل ايه؟ ياه، معلش يا عبدالله، سامحني يا اخويا، حقك عليا. والله ما انا عارفه اودي وشي منك فين، بس انت السبب يا عبدالله، انت اللي ما وقفتش لوش اخوك وقلت له انا عايز حقي. انت السبب. ايه؟ انا السبب؟ لا، مش انا السبب، مش انا السبب يا عبدالله. انا السبب ليه؟ عشان انت اتجوزتني وسبت البيت الكبير. انت لما خرجت من البيت الكبير كنت احسن واحد في الدنيا، كنت ملك. انا معاك ومسنده وبساعدك، انا مش بلومك يا عبد الله، انا بس بعاتبك. لو كنت وقفت قدام عبد الحكيم وطلبت بحقك، بس انت ضعفت وما قدرتش واستسلمت لحد ما تعبت ووقعت وتعبتنا معاك ووقعتنا معاك. اخوك عبد الحكيم هو السبب في اللي احنا فيه ده كله. موت اخويا وضيعنا دي يا بنته. عبد الحكيم عارف يخرج كل الشر اللي جوايا، ومش كده وبس، علم بناتك الكره. وانت عارف يا عبد الله، عمرنا ما كنا نعرف الكره ولا نعرف له طريق. بس انت يا كريمة سبت نفسك للشيطان يلعب بيكي. أيوة، وشربتي من سمهم وبقيت زيهم. أنا اللي كل الناس كانت فاكرة إن عمري ما هقع. أنا اللي كنت بعافر مع الأيام والليالي وأقول إن أنا عمري ما هقع. أنا تقع الوقعة دي وعشان ايه؟ وليه؟ لو الزمن يرجع تاني. عايزاكي. بطلنا. طب اسمعي، انا جايلك ليه؟ واسمع ليه؟ اذا كانت اللي هتقولي الكلام مش جاي على مزاجي. ولا على مزاجي والله، بس هنعمل ايه المصلحة بقى؟ مصلحة ايه اللي بيني وبينك؟ ولا انت هفك الشوق لحسن؟ حسن ده ايه اللي هيهفني الشوق عليه؟ حسن ده مش فارق معايا خالص. انا خرجته بره حساباتي. امال هزة طولك الحلو ده وجاية لحد عندي ليه؟ ما قلتلكيش ادخلي. على فكرة أنا ممكن أمشي وإنتي اللي خسرانة، وأنا لو مشيت مش هرجع تاني.
سمعت اني عبد الحكيم عندك. مالكيش فيه؟ يعني بدل ما تربي ولادك تربي ابن الخدامين؟ جاي على مزاجي. وبعدين ده ابن حسن مش ابن الخدامين، يعني من بيت عبد الجواد، البيت الكبير اللي خيره على البلد كلها يا لبنى. وماله؟ ساعات الواحد كده بيقعد يقنع نفسه بحاجات عشان عايز يصدقها. المهم. ايوه لخصي وقولي المهم، انا عايز اسمع. انا ليا عندك حاجه وانتي ليكي عندي حاجه. انا ماليش حاجه عند حد ولا عايزه اي حاجه من حد يا لبنى، وخصوصا بقى انتي. صدقيني انتي محتاجاني قوي. ايه بقى الحاجه اللي انا محتاجاكي فيها؟ تعرفي مين قتل ابنك؟ هو انتي تعرفي؟ ايوه. مين؟ لازم توعديني الأول. بإيه؟ لا ما أنا مش هقول لك ولا هقدم السبت إلا لما آخد الحد والاثنين والثلاث وباقي أيام الأسبوع والسنة كلها كمان. أنا موافقة على أي حاجة. مين يا لبنى؟ تعرفي اللي أنا عايزاه الأول. موافقة على أي حاجة أنت عايزاه. تسلميني اللي قتل أبويا، هسلمك اللي قتل ابنك. تعالي هنا يا لبنى. تعالي هنا يا لبنى. انا قلت لك اللي انا عايزاه، فكري وانت حره. يعني انت بعد ما تعملي كده تسيبيني وتمشي؟ لبنى اعمل ايه يا ربي؟ اعمل ايه؟ كريمه هبطه.